يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا غطى العالم كله، العالم كله الدبابات. في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيخنا انه يقول اللي يتوفى بالحمى تكفر ذنوبه، فتشمل كورونا يكون شهيد، يعني يكون شهيد، شهيد الدنيا. نعم. يعني تأكدها انت شيخ من ذكر؟ لا شك، شهاده. شكرا طال عمرك. اسمك الكامل؟ فلاح اسماعيل احمد من ذكر الكندري. شكرا شيخ. الطريق واضح جدا. نرجع لبقيه الفرق هذه كلها، مثل ما قلنا بدءا بالخوارج وجاي، وين الهوى؟ الهوى وين؟ الهوى كما ذكروا ينحصر، عشان نختصر ما نطول عليكم، الهوى يقولون ينحصر في أمرين اثنين. سبحان الله، حصروا كل هذه الفرق وما فيها من الأهواء، أنه علتها ها أمران. العلة الأولى الاعتداد بالنفس والإعجاب بالنفس. والإنسان كيف يعجب بنفسه؟ يعجب بنفسه من حيث العمل. فالشاهد مدار الهوى على العجب. لذلك شوفوا سبحان الله النصوص: فلا تزكوا أنفسكم، لا تغرك الأعمال، لا تغرك المظاهر، لكن راح نبقى طول عمرنا نغتر. ها، أمر طبيعي جدا ولا لا؟ الناس كلها تغتر بالمظاهر. والله هذه الأحاديث تكفينا أنه لا نعتد بالمظاهر. كيف مطوع بينه وبين ربه، ما هو مطوع بينه وبين، لكن ما نقدر يا شيخ، ما نقدر، ما نستطيع. الشاهد هذا باب عظيم جدا من أبواب الهوى، الاعتداد ها بالعمل، طاعات. نعم. الباب الثاني كما ذكر أهل العلم الاعتداد بالأشخاص، هي مدارها على هذا أيضا، يعني الغلو. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لو تتتبع يا عبد الله الأحاديث، شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف نهى عن مدحي. قال: لا تطروني، لا تطروني، إنما أنا عبد الله ورسوله. ليه؟ النبي ما يستحق الإطراء؟ ها؟ والله يا شيخ هو أولى الخلق، ها، بل هو سيد ولد آدم يا عبد الله. لكن قال انتبه. ليه؟ لأن عندنا نزعة في الداخل أنه اللي يعني يكون على جانب طيب ها مدحناه، وبعدين نزيد نزيد نزيد، ثم نقع في ماذا؟ في باب الغلو يا شيخ. ما أهلك الأمم هذه كلها إلا الغلو، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين والغلو في الأشخاص. الشرك، أول شرك حصل في البشرية وين؟ في قوم نوح. إيش سببه؟ الغلو في خمسة أشخاص من الصالحين يا شيخ: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، من الصالحين، عباد حبوهم. مرحبا والله، نحب الصالحين، ما نحبهم؟ هلا والله نحبهم، لكن دير بالك الحب حد له، حد شرعي. شوي تزود الحب هذا ينقلب إلى شر، شر عظيم.